انفجارات وإطلاق نار وموجة من العنف حصدت حياة 11 شخصاً على الأقل في شهر سبتمبر وحده، ما دفع برئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إلى استدعاء قائد القوات المسلحة ومفوض الشرطة في محاولة لوقف عنف العصابات. فما الذي يجري في هذا البلد الهادئ؟ إشراك الجيش في مكافحة الجريمة خطوة غير عادية ويسلط الضوء على خطورة عنف العصابات. في العام الماضي لقي أكثر من 60 شخصاً حتفهم في حوادث إطلاق نار، وهذا العام في طريقه لأن يكون هو نفسه أو أسوأ. وسائل الإعلام السويدية ربطت موجة العنف الأخيرة بالخلاف بين فصائل متنافسة من عصابة إجرامية تعرف باسم شبكة فوكسترات، وتأتي حروب العصابات هذه للسيطرة على تجارة المخدرات، مدفوعة بتدفق الأسلحة ورغبة الثأر الشخصي واستغلال الأعداد الكبيرة من الشباب المتاحين الذين ينحدر كثير منهم من مجتمعات المهاجرين المهمشة.